لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. بمطار محمد الخامس الدولي حل أبطال العرب لكرة الصالة المنتخب الوطني المغربي متوجاً بالكأس للمرة الثالثة على التوالي بعد مشاركة بطولية في النسخة السابعة التي احتضنتها مدينة جدة بالسعودية، مؤكداً هيمنة أسود القاعة على اللعبة عربياً. إنجاز استحق تلقي برقية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي هنأ بعثة المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي. تيبقى إنجاز تاريخي لأنه الثالث على التوالي كما شرت ليه، دخلنا في ثوب البطل، كل شيء مهيئ لك، ومع ذلك استطعنا نفوزوا بجميع المباريات بسكور كبار. وكان تتويج آخر هو التهنئة ديال صاحب الجلالة، صراحة فرحتنا بزاف، وهو ما فاتئ أنه دائما تيصيفط لنا التهنئات. هذا تيبين الإمام ديالو بجميع الرياضات بجميع أصنافها، وتحنا كذلك تنهديو ليه هذا اللقب، لأنه كما كتعرفوا هذا المنتخب هو يتهيئ في مركز محمد السادس اللي كان من تدشين صاحب الجلالة، وفي قاعة في مواصفات عالية، بالإضافة لجميع الأسباب اللي ديما تنذكرها، يعني الإمكانيات اللي موفرها لنا الرئيس قريب بزاف من 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 اللاعبين، إمكانيات يعني بدون شرط أو قيد، وإضافة للمجهودات اللي تيقوموا بها اللاعبين. الحمد لله باش تدخل بطل ما كاينش الغرور، دائما التركيز، وداك الشيء اللي وقع في الفينال خير دليل على أن هذا المنتخب في المسار الصحيح. المنتخب الوطني أنهى المسابقة بهجوم كاسح سجل خلالها 32 هدفا وبدفاع رصين لم يتلقى سوى 6 أهداف ليتوج باللقب بعد فوزه على منتخب الكويت في المباراة النهائية 7-1، ويواصل سيطرته على مشهد الفوتسال عربيا. 3 الألقاب متتالية، فماشي بالسهل أنك ديهم وتحافظ وتكون تحافظ على اللقب، فالحمد لله هذا الشيء ما جاش بالسهل، جاء النتيجة عمل مع المدرب ديالنا السي هشام الدقيق اللي صراحة رجع له الفضل كبير في هذا الشيء اللي تحصدوا المنتخب الوطني. وكنبغي نشكر اللاعبين صراحة اللي أبانوا على العلو والكعب ديالهم، جبنا الكاس للمغرب وتبارك الله التورنوا غادي وكتحسن، كوب ضرب الصراحة غادي وك النيفو ديالو كيطلع، وكما قلت الحمد لله النيفو كان كبير بزاف، وتبارك الله على الفرق كاملين، على السعودية كما اورغانيزاو التورنوا، والحمد لله داك الميور جور على قدر الله، داكشي الحمد لله بحال جاني انايا بحال جا الدراري كاملين. صعيب انك تكون فائز باللقب وتحافظ عليه لثلاث سنوات، الحمد لله تأتى لينا هذا الامر، وكنشكر الله اولا، وكذلك ما نستوش المجهودات ديال السي هشام الدقيق اللي رغم المرض وانه مازال فتره ناقه واقف معنا وكيخدم معنا، وكذلك كنبغي نشكر الطاقم التقني والطبي واللاعبين، وما نستوش نشكروا السيد فوزي القجع اللي عاوننا بهاد الاكاديميه ديال محمد السادس، صراحه وجد لنا جميع الظروف باش نخدموا فيها، الحمد لله كنا كنوجدوا بمقابله وربي وفقنا والحمد لله حافظنا على اللقب ديالنا. أسود القاعة بتتويجهم للمرة الثالثة توالياً زكوا صورة نمطية تعكس سيطرتهم على شأن الخماسية عربياً وقارياً في انتظار الأفضل على صعيد كأس العالم العام المقبل.